لي زابليكاسيون باش انك ديبلاصا ماشي بلاصه من بلاصه لبلاصه، انا بالنسبه لي انا مزيانه، انا كنرتاح فيها ما نكذبش عليك. كاين واحد المجموعه كيتسموا السوقار حنا ما كنعترفوا بها، كيخرجوا كيديروا الاستدراج لذاك السيد اللي كيخدم في التطبيقات حيت غير قانوني. وقفوا عليك المخزن ولا شي حاجه، شديو ليه مسكين الطوموبيل شي خليوك انت شايف في الشانط، شد ديك الساعه طاكسي الا بغيتي سير فيه. كنحتاج انه نديبلاصا شي بلاصه بعيده او لا قريبه او لا اي بلاصه بغيت، كنمكن لي ندير اون ابليكاسيون انستاليها، نعزل الكوندكتور اللي بغيت، كيتصل بك كيجي حتى لعندك، كتمشي مرتاح ترونكيل. دونك انا بالنسبه ليا مزيانه. طاكسي غادي تشير لي الاول، انا يوقف الثاني ما يوقف، الثالث يوقف، الثالث ما يوقف، الرابع يوقف، فهمتيني؟ على حساب كله الطريقه ديالو. بالنسبه للابليكاسيون فيه حاجات زويونين، كيديروا ثمن زويون، وثاني حاجه كتجي عندك فين كاين انت، كتصيفط لي لوكاليزاسيون كيجي عندك حتى لحد باب الدار، وكيديك الوجهه اللي بغيتي تمشي ليها انت كيوصلك ليها. وفيه بزاف ديال الحوايج ماشي ديرهمش الطاك، اش شكمي واش يطلق لك مزيك كتشقى غادي من الطاك باخا. بالنسبه للزبائن اللي كيركبوا معنا كيكونوا مامنين، كو سوا من ناحيه ديال لي زانفورماسيون ديالنا كاملين كاينين في لابليكاسيون، النيميرو ديال ماتريكولاسيون ديال الطوموبيل، بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو الكليون كيركب هو مرتاح. صراحه العراقيل ديال هاد لي زابليكاسيون كثر بزاف، منهم العراقيل ديال الطاكسيات، منهم ديال البوليس، منهم ديال الزبائن اللي كيطلعوا معاك نيت بالليل فايت جوج الليل، كيكونوا طاكسيات كيبغيو يبراكيوك، كيبغيو يديو لك الطوموبيل، يقدروا يجيبوا لك شي بنت مثلا اللي تهضر معاك باش طمأن تمشي لعندها تركب معاك، ويجيو مالين طاكسيات ويحيدوا لك الكونتاكت ديالك ويدوا لك الطوموبيل فوريان. كاين واحد المجموعه كيتسموا السوقار حنا ما كنعترفوا بها، كيخرجوا كيديروا الاستدراج لذاك السيد اللي كيخدم في التطبيقات حيت غير قانوني، وكيجي كيجيو كيقفوا قدامه كيعيطوا على الناس ديال العمل كياخذوا فيه الاجراءات كامل. ولكن شكون اللي كيبدا الصداع؟ رجعتوا للفيديو ترى ديما الفيديوهات ما كيكونوش مر الاولى بادين، كيمشيو حتى الاخر. هما لي زابليكاسيون ماشي قانونيين، حتى الطاكسيات ما عندهم الصفه الضبطيه انهم يبراكيوك ويحيدوا لك الكونتاكت ويديو لك الطوموبيل الفوريان. هاد الناس راه ما كيخدموش في وقت اللي يعني اللي كيكون ما كاين ما يدار ولا هادي، كيخدموا وقت الذروه، كيقلبوا على واحد القوت من كيخرج من العمل ديالو كيخرج يقلب، يعني كيولي هذيك الوقيته اللي ندي فيها انا الكليان كيولي هو ينافسني. كانت لي زوينه في هادشي هو انها كانت الثمن بعيد على ديال الطاكسي، كان الاثمنه ديال لابليكاسيون بعيد على ديال الطاكسي، دونك الاثمنه ديال الطاكسيات بوحدهم والاثمنه ديال لي زابليكاسيون بوحدهم. مؤخرا دخلت واحد الشركه واحده اخرى مؤخرا اللي هبطات الثمن بزاف، درت الثمن قريب للطاكسيات وخلات واحد المشاكل ما بين الطاكسيات وما بين هاد الشركه، وكنتمنى ان الدوله دير شي حل باش تغير من هذا الشيء، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي خدامين في هاد لي زابليكاسيون حالين ديور وتيصرفوا على عائلات. واللي كنقول لصحاب الطاكسيات هو ان الارزاق بيد الله، زعما حتى حد ماشي ياخذ لك رزقك، هو بصح بان الاثمنه ديال الطاكسي ولا قراب الاثمنه ديال لي زابليكاسيون، مي هو الرزاق الله، حتى شي واحد ما كياخذ الرزق ديال الاخر. بالنسبه لنا حنا كممثلين ديال سياره الاجره او مهنيين في مدينه الرباط، كنشوفوا بان هاد الناس ديال هاد لابليكاسيون اللي دخلوا دخلاء على هاد القطاع ديال النقل بالمغرب، كنشوفوا بانهم ناس غير قانونيين. حاليا دابا في هذا الوقت هذه اللي نزادوا كثروا التطبيقات، اللي ولا ذاك المهني حاليا دابا ولا عبء على عائلته، كنزيد نكرر هذه الكلمه هذه، ولا عبء على العائله ديالو. يعني كنشوفوا هاد الناس اللي ولاو دخلوا ليه ولو كيقلبوا على واحد الربح اللي كيهلكنا حنا كمهنيين. اللي كتلقى واحد السيد مسؤول او لا موظف او لا خدام في شي شركه وكيدخل لهاد المهنه كيخدم بهاد التطبيقات، كيكمل داك الجيب ديال دوك لارجون بوش كيزيد يكملها باش يزيد على ظهر داك المهني، راه ما نقبلوهاش حنا كمهنيين على صعيد المملكه. احنا بالنسبه لنا كنشوفوا بان هاد التطبيق جا باش يهدمنا ويهدم واحد المنظومه اللي فيها الصنف ديال سياره الاجره الصنف الثاني باش يهرسوا. كنتمناو تكون عندنا واحد سياسه النقل داخل المغرب اللي تكون في المستوى، اننا ما يمكنش اننا مقبلين على تظاهرات افريقيه وعالميه وغنبقاو نشوفوا بحال الاحداث اللي وقعت مؤخرا لا في مدينه الدار البيضاء او لا في مدينه سلا، اللي كنشوفوا زبون نزل من المطار وخدا التطبيق على اساس انه قانوني، ولكن ملي كنجيو الواقع كنلقاو داك التطبيق غير قانوني. حنا ماشي ضد التطبيقات، حنا مع التطبيقات، حنا بغينا نديرو التطبيقات للطاكسي
ولكن بلا درنا التطبيقات وخلينا دوك الناس خدامين راه كتزيد كتعطيهم الشرعيه. حنا ماشي ضد هاد الناس اللي خدامين، هاد الشباب الله يحسن العوان للجميع. فهذاك السائق قجره حتى هو الله يحسن ليه الله يحسن العوان ديالو. فالعمل اللي كان والمدخول اللي كان راه نقص بزاف. عنده اكراهات كتلقى ديك الطوموبيل هازا كريدي خصو يخلصها، عنده مشكل ديال مول المعدونيه غير الكريدي ما بين مول الكريمه ولا هذه خصو تقريبا واحد 80 ولا 90 الف ريال. زيد عليها عاد المشكل ديال الطوموبيل شنو خصها، وزيد عليها عاد شنو غادي يدخل لوليداته. كنا كنتمناو اننا هاد التطبيقات تجي للطاكسي فقط وتكون من عند وزارة الداخليه باش هي تحكم في هذا القطاع، لان الحمد لله القطاع ديالنا تابع لوزاره الداخليه كما كتعرفوا ديك رخصه السياقه، وتابع وزاره النقل كما كتعرفوا ديك البطاقه المهنيه وبديك رخصه السياقه. احنا بغينا لابليكاسيون ولكن بغيناها في سياره الاجره. كتشوف دابا الطاكسيات كيولاو الطاكسيات ولاو نقيين ولاو فيهم شباب متقفين واعيين، وهاد لابليكاسيون بغيناها للطاكسي. الاثنين ديال النقل عبر التطبيقات ما يمكن لنا نقوموا به الا ملي يكونوا جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات اجره كبيره صغيره من حافلات مستعدين باش هذا النقل هذا يدخل السوق.